ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي السيد زياد السنجري. مرحبا بك سيد زياد. تقارير الأمم المتحدة تحدثت عن أن عمليات إزالة القنابل والألغام من الموصل تحتاج أكثر من 10 سنين، كيف تصف ذلك؟ لا يمكن وصف هذا المشهد المريع، هذا المشهد القاسي على مدينة الموصل، مدينة أم الأربعين، إلا بالمشهد التآمري، حيث أن 10 سنوات لإزالة الألغام والمخلفات والقنابل، ومن ألقى تلك القنابل، ومن ألقى بتلك الألغام والصواريخ على مدينة الموصل، ومن دك تلك البيوت القديمة المغلة في التاريخ، ومن قام بقصف المدينة وقتل الأطفال والنساء والرجال، أليس التحالف الدولي، أليس الطيران الدولي من قام بذلك؟ لماذا 10 سنوات لكي يتم إزالة الألغام؟ لماذا هذا التآمر على هذه المدينة؟ لا أستطيع أن أصف كلمة مع المعطيات الموجودة على الساحة الآن إلا بأنها اتفاق دولي لعدم عودة الحياة لهذه المدينة، هذه المدينة القديمة الرائعة التي قدمت الكثير للحضارة والإنسانية وللأمة العربية والإسلامية. لماذا هذا التصرف وهذا الحصار على مدينة الموصل الذي تشهده الآن بعد تحريرهم المزعوم؟ أليس من يقوم بتحرير الموصل أن يوفر لهم الماء، الكهرباء؟ أليس بالأولى بالحكومة أن تقوم بإزالة تلك الألغام وتلك وإزالة معالم الدمار التي قامت به؟ نحن نتحدث، كيف تقيم الجهود الحكومية المبذولة في هذا السياق أستاذ زياد؟ لا يوجد حقيقة جهود حكومية واضحة في توفير مقومات الحياة لأبناء مدينة الموصل الآن. هناك عجز تام في الكهرباء وإيصال الماء، وهو مقومات الحياة الأولى والرئيسية لأبناء مدينة الموصل. الحقيقة الحكومة تعجز تماما عن توفير أبسط مستلزمات الخدمات للمواطن الموصلي، وبشكل نعتقد بأنه متعمد، وذلك لإذلال أهالي مدينة الموصل، وإلا كيف يتم تفسير عدم صرف موازنة لسنوات 3 مضت والآن نحن في السنة 4 من ميزانية ومخصصات مدينة الموصل؟ هناك أنباء في قمة الخطورة أستاذ زياد عن إعادة أكثر من 300 شخص نازح قسريا إلى الموصل، والموصل حالها هكذا، كيف يتم إعادة هؤلاء؟ كيف يعني يؤمن على هؤلاء الناس حياتهم؟ في تقرير شاهدته على أحد المحطات الفضائية، هناك مخلفات كيميائية في مدينة الموصل، قامت الجهد الهندسي في حصرها في مكانات معينة في داخل المدينة ولم يتم رفعها من داخل المدينة. نحن نتحدث عن مدينة ملوثة بالقنابل وبالإشعاعات وبالأسلحة الكيميائية كذلك. نحن نتحدث عن وضع خاص جدا، في حيث الأطفال الآن يتعرضون إلى مشاكل صحية جمة وكبرى في مدينة الموصل. إعادة النازحين الآن يجري في إطار التسويق للعملية الانتخابية التي مزمع أن تقام في هذه السنة، في الشهر السادس من هذه السنة، كل ذلك من أجل الإرهاصات الانتخابية القادمة والتحدث والتبجح في وسائل الإعلام عن عودة النازحين. أيضا في إطار ما قبل الانتخابات، هناك أيضا تعويضات تقدمها الحكومة في بغداد، كيف تراها متناسبة مع حجم الأضرار؟ لا يوجد تعويضات حقيقية، هناك دفع مالية بسيطة جدا، معظم هذه الدفعات تم سرقتها، هناك الكثير من لم يستطع أن يسجل على تلك الدفعات المادية البسيطة جدا والتي لا توفر إلا أجور العودة إلى مدينته. لا يوجد تعويض حقيقي لحد الآن للدور والعجلات المحروقة والأموال التي نهبت والتي احترقت نتيجة القصف على مدينة الموصل والأعمال العسكرية. هناك عمليات تسويف ومماطلة من قبل الحكومة بالتسجيل لدى المحاكم، وهذه إجراءات تأخذ سنوات طويلة بدون أي جدوى. هناك مؤتمر المانحين أستاذ زياد، مع ختام هذا المؤتمر، إلى أي مدى تعتقد أن أهالي الموصل يعولون على تصريحات الحكومة ببدء الإعمار؟ لا يوجد إعمار في مدينة الموصل ولا يوجد مؤتمر للمانحين،
مؤتمر المانحين لم يقدم منح إلا بمستوى 3% أو 4% فقط. هناك مؤتمر للاستثمار ولتقديم القروض للحكومة العراقية بفوائد كبيرة جدا ستكبل الأجيال القادمة. مدينة الموصل هناك 51 مشروع استراتيجي في العراق، 4 مشاريع فقط لمدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق. هذا ضحك على الذقون. نجد أن مؤتمر الكويت، وللأسف وحسب كل المراقبين الدوليين والخبراء في الاقتصاد، فشل فشلا ذريعا، فلم يكن مؤتمر للمانحين بقدر ما هو مؤتمر لتقديم الوعود لإقراض العراق وتكبيله بديون ضخمة ستدفعها الأجيال القادمة. الإعلامية والصحفية العراقية سيد زياد السنجري، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا، شكرا لك.